شو الموضوع عمران؟ رفيف اجت لهون يعني؟ مريم أنا بحاجة لمساعدتك. ليش خلتني اترك شغلي واجي لهون؟ يعني هالحكي ما بتقدر تقوله على الموبايل؟ ولا عندك سر؟ ايه عندي سر. قلي لشوف اذا كنت مزعوج. لا تتغابى وتخليني ضوج عليك، بدي اياك بمهمه. اكيد رح تكلفني بشي شغله وسخه. مين دعس على طرفك وضايقك؟ بدي تخلصني من ابراهيم. مين؟ ابراهيم ما سمعتني؟ روح غزه بشي سكين او ابعث له حدا يخنه، انت بتقرر هالشي. شو ساوى؟ خايف على رفيف منه يعني؟ لك من مين بدي خاف؟ ها؟ ما خلق اللي بده يخوفني، مفهوم؟ لا تعصبني واعمل اللي بقلك عليه. لك شبك انت مريض شي؟ لو حكيت مثل الخلق بتموت يعني؟ خلاص انا رح حلها، بس المهم انت ما تجن. يا ربي صبرك يا رب. يسلموا محمود. اه ليش ما قلت لي انك تزوجت رفيف؟ ليش ما قلت لي انه هي الشريكه الجديده؟ مين رفيف؟ انا ما بعرف مين بتقصد. اذا بتقصد مرتي اللي صارت شريكتكم اسمها زينب خانم، حطوا هالحكي حلقه بايدنكم، مفهوم حكي؟ اتركني هلا من هالحكي الفاضي. قل لي شو هالشراكه اللي سويناها بعد ما انا ساعدتك طعنتني بظهري بكل برود؟ خير شو القصه يعقوب؟ ليش ارتعبت هالقد؟ احكي. الموضوع مو مثل ما لك متصور، عمران ما بيترك القصة تمرق على خير، وإلا ما يقدر يقنع رفيف. طيب بركي أقنعه؟ ممكن فهمني أنت شو رح يكون موقفك؟ لا هالشي مستحيل. لو أنا مكانك ما بكون واثق هالقد. متأكد، لأنه شفت نار الانتقام شاعلة بعيونها، وإذا بيجوا مية من عمران ما بيقدروا يطفوها أبدا. طيب مرتك بتعرف أني ساعدتك مشان تصير شريكتنا هون؟ انت لا تخاف يا سبع، مرتي ما بتعرف شي ابدا، وحتى لو انها بتعرف ما بتفرق. هي بتكرهه لعمران وبتكره سيرته، كانت متمنية يفلس. روقه هدي. ان شاء الله ان شاء الله هالكره بيكبر اكتر وبيصير نار. لو تأخرت شوي كنت رح أمشي. خدي هاي مصاريكي. هاتي سيدي. إن شاء الله ما يكونوا ناقصين. قلت لك هاتي سيدي.
وهي السيدي حبيبتي. يا ويلك إذا حاولتي تلعبي معي. إذا بيكون في منه نسخة تانية رح ساوي فيكي شي ما بتتوقعي. بلا حكي فاضي، ليش لأعمل نسخة عنه؟ تنسي اللي صار وبتمحيه من راسك. شكرا كثير مريم. اصبر شوي، خليني اقنع الست رفيف بالاول ووقتها شكرني ولا تقصر. ماشي. بنتي انا ما قلت لك لا تروحي لهنيك مشان ما تتضايقي؟ أنا رح أفتح. لا، أنا بدي أفتح. شو هالمفاجأة؟ أهلين مريم. أهلين فيكي. فيني أدخل؟ إيه إيه طبعاً، تفضلي. أهلا وسهلا فيكي. شكراً. أخيرا شرفت. قلتي لي تعال اجيت. احكي شو بدك مدام ديما. رح نعمل اتفاق انا وياك. تعي لشوف يا حبيبة قلبي. تفضلوا. خلصتي شغلك؟ يلا يا روحي فوتي لجوا والعبي بألعابك. طمنيني. شكراً قبضت. السي دي شفته وتأكدت منه. أنتي مسحي الفيديو اللي عندك. تمام الحمد لله، نحل الموضوع فوراً. خلصنا من وجع الرأس. بس شوفي رفيف شرفت لهون بطلطة البهية. لك أنا أنت بدي أخلص من هالبلوة. اوعك خوفتي لصغيرة. روحي العبي بالمكعبات وساوي بيت. ليش اجت على الفيلا؟ حكت عمران او شافته؟ ما سمعتي شو حكيت؟ بنتي ما قالت له ولا الا، اصلا هي رجعت مثل ما اجت. الله ياخدها. ديما شو اتفقنا انا وياكي؟ بدك تكوني هادية كتير. اسمعيني منيح، اصحي تصرعي راس عمران بالنق. اتفقنا بنتي؟ يلا لقلك روحي لعند مراد هلا وخليكي قاعدة معه لحتى لما يرجع عمران يشوفك جنبه. يلا يلا. طيب ماشي. ايه بنتي فيكو هالأميرة الحلوة دخيله الفستان الزهر. امشي خلينا نروح على الحديقة. يلا يلا تعي تعي يا حبيبتي التيتي. هلا رح نروح نتمشى انا وياكي بالحديقة تحت الشمسات ونلعب شوي. يلا ديما قلت لك روحي لعند مراد.
روقي وحاجة تتقفقفي هيك. يلا بنتي يلا. ها زياد بيك، انت وين كنت لحد هلا؟ سألت البنات وقالوا لي انه ما بيعرفوا وينك. انا كنت برا، قلت بتنشط وبغير جو. يعال يلا انا طالع ارتاح بغرفتي. ارتاح ارتاح زياد بيك، وانا راح اشوف مراد. ايه ما بتقصري. يلا لشوف يا حبيبة قلبها لتيتي، خليكي ماسكة ايدي. شكرا بنتي، يسلموا ايديكي. اطلعي اطلعي لشوف يا روحي انتي. ليك بيجيت يا روح التيتي، ليكي ما شاء الله كيف عم تطلع وراها لتشوف اذا انا معها ولا لا. ايه رفيف، شو يلي صار معك وكيف صار؟ احكي لي يا روحي، احكي وفضفضي. اسمعيني يا مريم، بتعرفي انه انا كتير بحبك وإلك معزة كبيرة بقلبي، منشان هيك بنوب لا تسأليني عن شي ولا تطلبي جواب لأني ما رح أقدر. فيكي تقولي انه اللي صار معي كان لازم يصير. انا ما عاد إلي اي رابط بعائلتكن هلا، كل القصة انه مراد ابني وطبعا في شراكة شغل. يعني انت منيحه وما عندك مشاكل بنوب؟ ايه انت لا تحملي همي ابدا، امي كمان جنبي اصلا، يعني انا مالي لحالي. طيب رفيف، انا هلا لازم امشي. رفيف اذا بتحبي بجيب لك مراد لعندك، اهل البيت ما رح يتركوكي براحتك هنيك. عن جد عم تحكي؟ ايه هون مناسب، المعلمة الكبيرة رح تقعد هون وهذا طبعا بيليق فيها، واسع وبرد الروح ما هيك؟ ايه طبعا. ايه فيصل، ماما ما لقيت الرجل الآلي، بدي ألعب فيه هلأ. ماما قومي ندور عليه ونلاقي. أنا ولا مرة انتبهت إنك بتشبه هديك الست يا مراد. عيونك بيشبهوا عيونها. ماما بدي الرجل الآلي. عيونك سود مثله، حتى نفس الموديل. ماما بدي الرجل الآلي. قومي 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 قومي. خلص حاجة تصرخ، وطي صوتك. ماما بدي الرجل الآلي. تمام حبيبي، رح أجيب لك إياه وإجي. لا تخاف، ما في حدا، اجيت لحالي. ايه قلتي لي تعال واجيت، احكي شو بدك مدام ديما. رح نعمل اتفاق انا وياك. اتفاق بخصوص شو؟ انت مو بدك رفيف الك؟ ايه ما بدها سؤال. منيح، رح اقول لك وينه وانت بتروح بتاخذها. طيب وانت شو مصلحتك؟ لانه بدي اخلص من رفيف، هذا اتفاق رابح، اثنيناتنا كسبانين. ليلي مريم شو حكيتوا؟
للأسف أخي ما رضيت تحكي لي شي وقالت هالموضوع نسيته. قال ماضية ما بيخص حدا غيرها، حاولت كتير معها بس فشلت. لأنها عنيدة ومتمسكة برأيها، هي هيك من يوم يومها. بكل القعدة ما كان في شي ملفت، محمود مو موجود. أنا برأيي رفيف منيحة. لا أنت غلطانة، في شي غامض ورفيف عم تخبيه. مالي فهمان هي شو عم تعمل هون. يلا أنسى، في عندي خبر حلو. وقت جبت لها سيرته لمراد عيونها صارت تلمع ورجعت رفيف القديمة. لما دريت إني حجب لها مراد لهون فرحت مثل الأولاد، وشها كله صار يضحك. شو تمنيت تشوف هاللحظة؟ إيه مراد لازم يزورها، نحن ما قدرنا ننسيها، بركي مراد بيقدر، ومنه كمان مراد بيتعرف على أمه. ماشي خلينا نمشي. أمي أنا مو مصدقة، مريم رح تجيب لي ابني لهون، والله رح تجيبه اليوم، ما بعرف شو بدي ساوي وقت يجي لعندي. رهتك تقبري قلبي يا عمري أنت. لنشوف هلأ كيف بدك تشرح يا هالشي لعمران وكيف رح تبرر اللي سويتي يا ديما خانوم. يا الله مين أخذ السيدي؟ وين راح؟ غصون؟ أسيل؟ ابني عمران في موضوع مهم كتير لازم أحكي فيه معك. هلأ أنت وينك؟ قلي بابا شو هو الموضوع؟ على الموبايل ما بيمشي الحال، ضروري شوفك ونحكي أنا وياك. أنا رايح على الكوخ هلا، وأنت كمان لحقني لهنيك ماشي؟ ماشي بابا. في عندي شغلة خلصها وبلحقك لهنيك فورا. تمام. افتح الباب بدي اطلع. أسيل؟ أسيل؟ نعم ديما خانو. حدا فات على غرفتي اليوم؟ بنوم. شو صاير؟ مضيعة شي غرض؟ لا انسي ما في شي، بدل ما تبحلقي فيني هيك طلعي لعند الصغير. ماشي. مين أخده؟ لك وين راح؟ غصون؟ في حدا فات على قطي اليوم بعد الظهر؟ والله وأنا عم ضب الغسيل شفت زياد بيك داخل. قلتي زياد بيك؟ ايه بالضبط، ومن شوي طلع من الفيلا. طيب روحي شوفي شغلك. شوفي عمران شو قال لك بابا؟ ما بعرف، يمكن متضايق من اللي صار أو بيكون أخي عامل له شي عملة، هلأ رايح لعنده، ما رضي يحكي عن الموبايل. يا الله. وين سيارة زياد بيك؟ طلع من شوي يا خانو. افتح الباب أنا كمان طالعة. لا تواخذني يا عقوب، مدام في بيناتنا أسرار مخباية معناها من حقي أمن على حالي، ما هيك؟ اسمع، بدي إياه أحلى وأرتب مكتب بالشركة، يعني ما تسأل عن قيمة الفرش، تمام؟ يلا. محمود استنى لحظة. خير؟
محمود أنا شو من شأني؟ ما رح تضمني لمجلس الإدارة؟ على مهلك يعقوب استنى. وليش لحتى استنى؟ لا تنسى أنه أنا السبب بوجودك هون. اسمع يلي بدي أقوله، أنت كمان لا تنسى اللي أخدته. إذا عمران ما قلعك لحد هذا اليوم فبيكون بفضلي أنا. شو أتصرف هلأ؟ إيه بالأول بدك تهدأ وبعدين بدك تستنى. أنا كمان رح أستنى. ليك فهم، على قد ما بتكون صادق معي كون منيح. شو الحكي اللي عم تحكيه؟ وليش لا استنى لك؟ قدمت لك عمران على طبق من ذهب. ما بيكفي. اسمع، رح تعطلي أخوك بإيدي، عم تفهم؟ أخوك لازم يصير خاتم بإصبعتي. شو بدك مني؟ بدي أعرف كل أخباره، عمران شو أكل وشو شرب وشو لبس ولوين راح كمان، عم تفهمني؟ لك يعقوب لما بتفهم علي شو بكون فرحان ومرتاح. تمام، خليك هيك، رح أعمل كل اللازم، كون واثق. إيه يعقوب، إذا عملت المطلوب منك بدي أحسن لك وضعك. يلا بخاطرك هلأ. رد على موبايلك عمو، رد. انت بأي عين عم تتصلي فيني؟ عن جد مو خجلانة؟ عمو زياد انت فهمان غلط، وقف خلينا نحكي ورح اشرح لك الموضوع. انا ما بحكي مع وحدة مثلك بنزل مستواي. الموضوع واضح وما بده شرح. عمو امانة تسمعني، صدقني انا كمان وقعت بفخ، رح اشرح لك كل شي، بترجاك وقف لو سمحت. ما في لزوم، هلأ رح تحكي كل اللي عندك لابني عمران. المفروض عمران ما يدرى أبداً، إذا دري أنا رح أتدمر وانتهي. وقف يا عمو زياد وقف. دخيله هالشاب الحلو، طلعت شخصية كتير حلوة وبتطير العقل. وهلأ رح نطلع مشوار أنا وياك. لوين المشوار؟ لمكان رح تنبسط فيه. عمتو يعني في ولاد صغار من عمري هنيك؟ لا ما في ولاد، بس هنيك في حدا رح تحبه كتير. مين؟ صبور ولا تستعجل، هلأ بتعرفها ورح تحبها أنت كمان مثلي وأكتر. وهي كمان بتحبني؟ اي طبعا بتحبك اكتر ما حدا بيتوقع. متأكد انه انت اكتر حدا بهالدنيا بتحبه. هي بتعرفني وبتعرف شو اسمي؟ اي بتعرفك وبتعرف شو لون عيونك. طيب اذا هيك بتسمح لي اخذ العابي؟ اي بسمح لك. مثل شو مثلا؟ رجل الالي وهذا معه. الله يحميك يا عمري، يلا حطهم بالشنتاي بلا ما نتأخر أكثر. يلا حبيبي تعال. شوفوا هذا البنطلون بيجي قياسه؟ ها؟ ايه عقياسه، بس إذا ما زبط من قصه ومنعمله شورت. وهي متذكرتيها؟ قديش دورت لحتى لقيتها وقتها؟ طبعاً متذكرتها، نحن وراجعين من الصيدلية دورنا بكل الشوارع محل ألعاب للاقيناها. هلأ مراد رح يجي ويلعب فيهم، والله مالي مصدقة، رح موت من الفرحة. أمي؟ ليش ما عملنا مهلبية جنب الفطاير؟
بجوز ما ياكل فطاير، المفروض كنا نعمل له حلو كمان. هذا ابني ما بعرف شو بيحب ياكل. يا روح الايام جايه وبنعمل له كثير اكلات، هلا قربوا يوصلوا. بركي عنده حساسيه من شي اكله، ابني وما بعرف شي عنه ابنه. رفيف لا تتوتري، اهدي شوي. رح يعرفني ما هيك امي؟ رح يتذكرني؟ رح يعرف اني امه الحقيقيه؟ يا حياتي انت، الولد الا ما يعرف ريحه امه اكيد. اول ما رح تضمي لصدرك رح يعرفك وبتشوفي روقي. مثل ما انا بعرفك كتير منيح. خلينا نحكي لو سمحت. شو بدنا نحكي؟ عمو زياد. شو بدنا نحكي؟ كيف رح تقدري تبرري عمايلك؟ رح اشرح لك كل شي صار عمي، نيتي مو وسخة. لا، انت حطيتي ايدك بايد المجرم يلي اسمه محمود، كل شي واضح مثل عين الشمس. انت حاولتي تخلصي من رفيف ورحتي قلتي لمحمود عن مكان البنت المسكينة، شو ذنبها لحتى تعملي فيها هيك؟ عمران شو ذنبه كمان؟ انت اذيتي ابني يلي كان زوجك وتعنطيه بطهره، وهلا واقفة قدامي عم تكذبي وعم تبرري وساختك؟ انت ما بتخجلي؟ على القليل اسمع اللي بدي اقوله. ليش لا اسمع وحدة ما تستحي ولا عندها اخلاق؟ انا هلا رايح اعطي الفيديو لعمران مشان ما يضل مخدوع ويعرفك على حقيقتك، وان شاء الله راح يطلقك باسرع وقت. لا، ما راح اسمح لك تخرب لي حياتي. انا كل شيء عملته كان من محبتي لعمران، لانه بدونه ما بقدر اعيش. وكان بالناقص من هالمحبة تبعيتك. انا بحبه اكثر منك ومن امه كمان، أكتر من الكل، ومن هديك الست، أكتر من بنتي ومن روحي. أنا بحبه، أنا حبيت يجيني ولاد بس مشان عمران يكون سعيد. ضليت عم حاول سنين بس مشان هو يكون سعيد، لحتى إجت هديك الحية سرقت زوجي ودمرت حياتي. إيه حاولت أقتلها وقت حطيت سم بالحليب، كنت بدي إياها تسقط الولد اللي ببطنه، بس للأسف كل مرة حاول فيها أخلص من رفيف كانت ترجع رفيف أقوى من الأول. لهيك سلطت عليها محمود ولقيت أخوه إبراهيم، قلت له روح خلص تارك، خلاص من رفيف، قلت له مشان يضل عمران إلي أنا وبس. ليش هيك صار؟ أنا ما كان بدي هيك. هارون في زلمة واقع على الطريق، مدري شو صاير له. مروان اتصل بالإسعاف فورا واعطيهم عنوان المكان. رد علي يا عم، عم تسمعني؟ مروان اتصلت بالإسعاف؟ ايه جايين على الطريق. روح جيب مي من السيارة. يلا كون. يلا. ايه فيصل، المهمة تمت محمود، بعتنا ابراهيم عن جهة تانية. ايه عال عال، وصل له سلامي امانة. فهمته منيح لهالكلب قبل ما يموت شو يعني يأذي رفيف؟ لك شو بيعرفني، اكيد بيكونوا قالوا له. يلا بخاطرك، مع السلامة.
بعيد محل مو رايحين بابا؟ لا يا روحي، ما صفي كتير. والله أنت عملت عين العقل يا عمران. أنا زعلانة كتير على رفيف، الله أعلم قديش بتكون مقهورة، مو قدرانة تلمس ابنه وتضمه ولا حتى تبوسه، مو قدرانة تطلع بعيونه. الله لا يفرق بين أمه وضناها بهالدنيا. لنشوف كيف رح يكون أول لقاء. بدي أقول لك شغلة. تفضل بابا. بتبوس الخالي بدالي بوسة قوية؟ ايه بوسة. طريقنا مو من هون عمران. ما لازم يفوت مراد لعنده وإيده فاضية. المية وستين جاهز. ما استجاب، زيد الشحن للميتين. جاهز. يلا زيدها للثلاثمية. جاهز. الحمد لله قلبه رجع يشتغل. ليش هيك حظي؟ ليش هيك حظي؟ إن شاء الله الهدايا يعجبوا. بيعجبوا طبعاً، ورح يفرح فيهم ويحبهم ورح يستمتع وهو عم يفتحهم. حبيبتي، شو المناسبة؟ ليش كل هالتحضيرات؟ جايكي ضيوف يعني؟ المناسبة؟ إنه مراد جاي لعندي. لا طيب مين رح يجيبه؟ مريم خانو. عال هاي شفتي شلون؟ مراد رح يرجع لك، كل شي رح يكون أحسن إن شاء الله. رفيف، كأنك كتير متلبكة؟ لو تشوفي قلبي كيف عم يرجف، ما بعرف شو رح أعمل لما يجي وكيف رح أتصرف قدامه. مراد رح يتفاجأ كتير كمان. يا روحي، الله يهدي قلبك وبالك. فيني أطلب منكم طلب؟ أنت بتأمري ما بتطلبي. هلأ مراد، إذا شافنا هون كلياتنا ممكن يتلبك، وأنا ما بدي خوفه. ممكن تتركونا لحالنا لما يجي؟ إيه بتأمري يا عمري، منتركك على راحتك طبعاً، بس بوسيلي حفيدي كم بوسة. مية طلب مثل هاد. خلص لا تشغلي بالك، ما بسمح لحدا يزعجكم بنوب. يسلم. كل شي جاهز؟ ايه خلصنا. حبيبتي الصغيرة نعست من كتر ما لعبت وما عاد تقدر تتحمل. يلا اصحي يا روحي هلأ، وخلي الدادة تحممك وتغير لك تيابك بعد المشوار، بعدين نامي وارتاحي قد ما بدك. أنجي حبيبتي، تعبتي من كتر اللعب دخيلك يا روحي، انتي ما أحلاكي بنتي. يلا خديها حميميها ونيميها لأنها بلشت تنق. شكرا. شايفة مزاجك اليوم رايق كتير. الله يهنيكي ويسعدك على طول إن شاء الله. والله يا مرت عمي ما بعرف، اليوم كنت حاسة حالي مو رايقة، طلعت شوي تفتلت من كتر الشوب، حاسة حالي عم اختنق. ايه كتير شوب. خير إن شاء الله. ألو نعم. الست نعمة تولوكون عم تحكي؟ ايه أنا، تفضل ابني. زياد بيك تعرض لأزمة قلبية. زياد بيك! مرت عمي شوفي! عمك اجتوا أزمة قلبية! دخيلة! شوفي نامت خانم! زياد بيك اجتوا جلطة دخيلك. نادي عمران! نادي مريم! خلينا نعرف شو بدنا نعمل. يلا! عمران بيك ومريم خانم طلعوا منشيل الساعة. ألو؟ اللي بأي مشفى؟ رايحين على مشفى الأخوة، 10 دقايق منكون هنيك. تمام، جايين فورا. يلا مرت عمي اهدي وخلينا نروح لعنده. يلا! الله يستر يا رب! دخيل اسمك يا الله ما لنا غيرها! اهدي مرت عمي، الله يخليك.
حالته مستقرة. لو سمحتي كيف صار عمي؟ حالياً اتخطى الأزمة بس لازم يضل تحت المراقبة هون. طيب لسه ما صحي؟ لا ما صحي لأنه مفعول الدواء لسه لهلأ مستمر. طيب إذا بتريدي فيني فوت لعنده وشوفه؟ للأسف بلا تعليمات من الطبيب ما فيني اسمح لك. لا يجي ممكن تسألي وتشوفي شو بيقلك. يا الله دخيلك وينهن؟ بنتي لسه ما وصلتي لعمران لهلا. شو اعمل؟ عمران مسكر موبايله ومريم يمكن مو سامعته. خبرت يعقوب طلع من الشركه شوي وبيوصل. اه يا زياد بيك، اه المتعب كثير وما عاد قدر يتحمل من وقت ما ظهرت هي رفيف، ما عاد قدر يحكي. اخ يا عمري يا زياد الغالي، ان شاء الله انا ولا انت. يا الله دخيلك عمي، الله يخليكي، طولي بالك. صبرنا على هالبلوى اللي اجتنا وشفينا يا يا قادر يا كريم. يا ربي دخيلك يا رب. إيه؟ يا شكرا. شو بدنا نعمل هلا؟ يلا حط الاغراض بالشنتاي ولا توقعون. ماشي. برافو عليك يا بطل. ايه نسينا ننزل الورد. ايه نسينا. سيك لشوف واللي حكيناه اوعى تنساه. تمام ماشي بابا. ورح بوسه كمان. برافو عليك. يلا يا بطل انا ناطركن هون. ماشي. تمام أنا بكمل الباقي المساء. باي. مراد وصل. شرفتوا. أهلا وسهلا. مرحبا. أنت كمان قول مرحبا مراد. مرحبا. ما أحلاها منك حبيبي. عطيها الورد للخالي. هدول بابا بعت لك ياهم لإلك. يا روحي أنت.
قديش اشتقت لك. أحلى ريحتك يا حبيبي. يا الله بحمدك وبشكرك.